نشوف عباس شو عم بيعمل. بيسو شو طول احلى كاميرا بقول لي احلى كاميرا النهارده هيبقى برايب حلو جدا وهابي نير وعام سعيد على الوطن العربي كله وعلى الفانز وعلى اصحابنا وعلى وعليك الرحيل حبيبي يا بيزو كل الموجودين طيبين. هابي نيو يير لكل اللي عم بيحضرنا وهابي نيو يير لكل العالم العربي تحديدا. تعال شوف البنات شو عم بيعملوا. تعال 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 الاذن له اداره. تعال شوف هلا هابي نيو يير حنان. شو بتحب تقول لكل الفانز وكل ال كان بغيهم بزاف. سعلي صوتي. كان بغيهم بزاف. وشو بتحب تتمنى عليهم بهالعام الجديد؟ يكونوا مزيانين ان شاء الله ديما محمسة لبراي لبراي مبسوطة ولا هيك حاسك داون؟ نعم. يلا منروح منشوف هايدي. هايدي 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 شو احساسك قبل البرايم وشو حابة تقول للعالم العربي بتتمنيهم بسنة جديدة 2016 ان شاء الله تكون سنة خير ما هيك؟ شو حابة تقولي لهم؟ اهلا كل سنة طيبين، سنة سعيدة عليكم وشوفوني النهاردة وانا وانا بعزف بيانو كده وكده واستنى برايم كسر الدنيا ان شاء الله. تنجي لاختنا دينا. دينا نومينيه اليوم، شو حابة تقولي ل العالم والفانز اللي عم يحضرنا بهالسنه الجديده وكلمه اخيره لك قبل ما تحل اليوم؟ عايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين ويا رب السنه دي تكون سنه خير علينا جميعا وعلى اهلي وعلى كل الدول العربيه والوطن العربي كله وان شاء الله انا نومني كمان يا ريت تصوتوا على رقم 2 بحبه كثير. طب وين الفرح؟ وين هذا انت برايم 12 تكون مبسوطه ايه هيو حبيب قلبي مروان يوسف. مروان كيف تحضيراتك للبرايم؟ كيف الانرجي عندك؟ شو حابب تقول للعالم بهالسنه الجديده اللي وصلت علينا وشو بتتمنى لهم وشو تتمنى لنفسك وشو هيك البلانز طبعا؟ بدك ستريبت؟ ما سمعت شو بك؟ ما سمع. لا شو بحب تتمنى للي عم يسمعنا للفانز تبعك وكيف تحضيرتك للبرايم وهيك كلمه صغيره بالسنه الجديده تفتتح السنه الجديده فيها؟ بقول ينعاد عليكم جمعه الاعياد وكل سنه انتم بخير ان شاء الله بتكون يا رب هالسنه سنه خير وصحه عليكم وان شاء الله تكون كمان سنه سلام. وبدي اقول ان شاء الله يا رب كل شخص منا يتوفق اليوم البرايم ويوصل اللي بده اياه. وهلا مع النومينيت الثاني معنا هالجمعه ايهاب الامير من المغرب صاحب ملك الاحساس وملك الاكاديمي. شو حابب تقول لهم للعالم بهالسنه الجديده؟ كيف حابب تفتتح سنتك؟ كيف حابب هيك كيف مهيئ حالك لهالسنه ولهذا البرايم؟ مهيئين بكل ايجابيه الحمد لله وكل انرجي وكل تفاؤل ومتفائلين واللي جاب الله هي اللي غادي تكون واللي بغاها الله هي اللي غادي تكون. سؤال زعلان؟ لا ما زعلانش، وصلت لحد المرحله اللي كلنا ما خاصناش نزعلوا والحمد لله مشرف بلادي الحمد لله احسن تشريف اكيد يا ايهاب. وان شاء الله ان شاء الله رجع حتى باغي ان شاء الله نحط الدرابو ديال المغرب فينا ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. شو حابب تقول للفانز بهذا النهار واول نهار من السنه؟ كيف حابب تفتتح سنتك؟ كيف حضر البرايم؟ نتمنى للعالم العربي الكل ان شاء الله يكون سنه سعيده علينا الكل ونحققوا فيها اللي ما حققناش في 2015 وان شاء الله يا رب اليوم نتوفقوا في البرايم الكل وجود لك لدينا وايهاب النومينيز اليوم ونتمنى ان يرجعوا الاثنين لكن هذه اللعبه لازم واحد منهم يخرج دونك اللي باش يخرج لازم يحط في مخه اللي باش يبدا المشوار بس يخرج يعني وان شاء الله جود لك للناس الكل اليوم في البرايم. ميرسي. هيك بيكون صورنا شوي اجواء الباكستيج للبرايم 12. لاقوني اليوم مع نجم الاغنيه اللبنانيه فارس كرم. ان شاء الله البرفورمانس تنال اعجابكم. صراحه انا شخصيا كثير متحمس لانه حلمي كان وتحقق اني احقق اني اغني مع هيك نجم وبحبكم كثير. لاقونا الليله بالبرايم.